تغزل فيها ابن ليلى علوي يفاجئها على الهواء بكلمات حب والفنانة في صدمة. وقبل الخبر يا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناة أخبار الفنانين معنا دي يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. أثناء تواجد الفنانة ليلى علوي ضيفة برنامج كلمة أخيرة تفاجأت بمكالمة من ابنها بالتبني خالد. وخالد في أثناء المكالمة قال أمي عبارة عن قواعد والتزام واحترام بالأخص المواعيد، وأحلى حاجة بحبها فيها حبها وطيبتها وقلبها الطيب الأبيض، وأصعب حاجة إن زعلها مني وتكون بتتعامل معايا وأنا عارف إنها زعلانة. وأضاف خالد ماما من غير نوم 8 ساعات وشرب فنجان قهوة ما ينفعش حد يكون في البيت. وردت الفنانة ليلى علوي على ابنها وقالت بتصل بابني وبسأله انت فين واتطمن عليه طول الوقت، بس بقالي سنة ونص مش بعمل كده، منعت نفسي عشان ما سببلوش قلق، انا اتربيت كده وغصب عني الحب اللي جوايا ليه اني عايز اتطمن عليه.